عقدت الشؤون الجنسية والجوازات والإقامة مؤتمراً صحفياً بنادي ضباط الأمن العام حول المرحلة الثانية من التسهيلات الجديدة لإصدار التأشيرات الفورية والإلكترونية، والتي سيتم تدشينها مطلع إبريل المقبل. وكشف الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى الخليفة عن تفاصيل هذه التسهيلات التي تتضمن استحداث تأشيرة متعددة السفرات لزوار دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال دراساتنا ومع المجلس الاقتصادي والشركاء الرئيسيين، وطبعا يعني لا نغفل عن مكتب سمو النائب الاول، كانت في صوره نبحث شنو الاجراء اللي احنا نقدر نسهله والمتطلبات اللي مطلوبه منا. فكانت فيها اشخاص او جنسيات معينه بحيث انها تزيد الاعداد اللي مستفيدين منها، مبنيه طبعا على احتياجات معينه. وثاني شيء تسهيل التنقل، فكان هذه الاحتياجين أو هذه الطلبين دائما يتكرر في مقابلاتنا في مع شركائنا الرئيسيين. ويستفيد من هذه التسهيلات 102 دولة الذين بإمكانهم الحصول على تأشيرات دخول متعددة السفرات إلى المملكة. فقد تمت زيادة صلاحية تأشيرة رجال الأعمال لتصبح شهرا كاملا بعد أن كانت في السابق لمدة أسبوع، وزيادة صلاحية تأشيرة مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ورعاية دول 102 لتصبح 3 أشهر بعد أن كانت لشهر واحد فقط، مع زيادة مدة البقاء في المملكة لكل التأشيرتين لتصبح 2 بعد أن كانت 1. التأشيرات مثل ما سمعته سعادة الشيخ أحمد مو بوليدة الصدفة أو اللحظة، التأشيرات الفورية من 1990 ابتدينا نزل تأشيرات المقيمين دول مجلس التعاون، وتم تقييم طبعا التجربة خلال 6 أشهر الماضية. بدينا بالتأشيرات اللي هي 66 دولة، ومن ثم اللي هي طبعا فورية في المنفذ، وبعدين 102 دولة أونلاين. فما أعتقد أنه ستكون هناك أي تخوف أو أي مشاكل، بالعكس متفائل جدا وطموحنا ما له حدود إن شاء الله. تأتي هذه التسهيلات التي تقوم بها الإدارة العامة للهجرة والجوازات بهدف دعم اقتصاد المملكة وتعزيز القطاع السياحي من خلال تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين والسياح، وتيسير تنقلهم من وإلى المملكة عبر جعل تأشيرة دخولهم متعددة السفرات. إسراء حسين، برنامج هني في البحرين. في البحرين.